الأزواج اللي تسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أهلنا وإخواننا أهل خربطة بشكل عام وأهل دراج بشكل خاص، نتقدم بهذه الجاهة المتواضعة من أهل بيت عنان بشكل عام وأهل جبل بشكل خاص. وشرفني أخونا وحبيبنا أبو أحمد، أنا أنوب عنه وأمثله، نتقدم بطلب يد ابنتكم صاحبة الصون والعفاف إلى ابننا رمضان على سنة الله ورسوله. أتمنى منكم القبول والإنجاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على دربه إلى يوم الدين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم أحد القوم في الأرض فاسألوه فتزوجوه، فإن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. اطلاقا من هذا الحديث فنحن موافقون على ذلك، وحياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم جميعا. والفاتحة هي الفاتحة.
لك هالجيز بوس اللي عندك. انت بتحب البوس. رمضان تصور لنا انت وابوك رمضان خليك واقف خليك واقف.